أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، تقدمها ريم سيف، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. وزير شؤون الكهرباء والماء يكشف عن التوجه لتسهيل منح قروض ميسرة للراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنازل. وزير الإسكان يؤكد أن المملكة أدرجت 78% من أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة. شركة نفط الكويت تعلن عن استدراج عقود لمشروع حفر آبار استكشافية بحرية بكلفة نحو مليار دولار. وتحول إيجابي لبورصة وول ستريت يقود الأسواق المحلية وعددا من العالمية للارتفاع. أهلا بكم من جديد. كشف وزير شؤون الكهرباء والماء سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا أن الحكومة متمثلة في هيئة الكهرباء والماء تعكف حاليا على التنسيق مع البنوك التجارية المختلفة الموجودة في البحرين لمنح المواطنين والمقيمين قروضا ميسرة وبأقساط مريحة في حال رغبتهم بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في منازلهم. وقد أوضح ميرزا في تصريحات صحفية أن كلفة ألواح الطاقة الشمسية للمنازل تصل إلى 3500 دينار للمنزل الواحد، وذلك بناء على تجربة قامت بها الهيئة تشمل التركيب وجميع الأمور المتعلقة بها لمدة 25 سنة. وأكد وزير شؤون الكهرباء والماء أن تركيب الألواح الشمسية على المنازل سيساهم في توفير 30 إلى 40% من قيمة فاتورة الكهرباء المسجلة لدى الهيئة نظرا لاستخدامه للطاقة الشمسية. أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين تولي ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أولوية كبيرة في برامجها الحكومية. وأشار وزير الإسكان في كلمته أمام المنتدى الحضري العالمي التاسع المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى أن مملكة البحرين قامت بإدراج ما نسبته 78% من أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة الممتد من عام 2015 وحتى نهاية العام الجاري. وأضاف أن حكومة مملكة البحرين تقوم برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بانتظام للتأكد من تحققها، مؤكدا أن البحرين تولي أهمية كبيرة لتنفيذ هذه الأهداف واتخذت خطوات متقدمة لاعتمادها استنادا إلى خبراتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها المقرر في عام 2015. البحرين لديها تجربة فريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحكومة الموقرة أيضا حرصت على ربط أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة. أيضا هذا يعكس اهتمام الحكومة الموقرة وجديتها في تنفيذ هذه الأهداف. ما في شك أن حكومة مملكة البحرين حققت العديد من الأهداف التنمية المستدامة. حققنا الكثير في مجال الصحة والتعليم والإسكان والبيئة وأيضا في الملف الاجتماعي بشكل عام. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين التي أقفلت في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.25% عند مستوى 1333 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,301,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,256,000 دينار تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7403 نقاط بانخفاض طفيف نسبته 0.19%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6654 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض نسبته 0.05%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5006 نقاط بارتفاع نسبته 0.70%. في خبر آخر، احتضنت إمارة أبو ظبي فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، والتي باتت أحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للابتكار الذي يتزامن مع شهر الإمارات للابتكار. ويناقش المنتدى في دورته الخامسة والذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون حكوميون وأكثر من 600 شركة من 100 دولة أساليب رفع كفاءة أنشطة الإنتاج الزراعي وعمليات ما بعد الحصاد مع المحافظة على الموارد الطبيعية لتأسيس بيئة استثمارية مستدامة. ويعتبر المنتدى فرصة متميزة للشركات المحلية والشركات الأجنبية العاملة في الدولة للتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية في القطاع الزراعي، كما يفتح المجال لإقامة شراكات جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد. المعرض هالسنة أو المنتدى بأنه يتم استضافته في أسبوع أبو ظبي للابتكار وخلال شهر الابتكار لدولة الإمارات. المميز اللي شفناه الأفكار الابتكارية والإبداعية اللي تم عرضها من قبل الشركات لإيجاد حلول فعلا على أرض الواقع في المنطقة وفي الدولة بشكل خاص. الإمارات تهتم بالمشاريع المستدامة، ولهذا مشروعنا يساعد المزارعين على إنتاج المحاصيل الزراعية من طماطم وخضروات من دون مواد كيميائية، ونحل التلقيح يعطي إنتاجية ذات جودة عالية من حيث القيمة الغذائية. كشفت شركة نفط الكويت أنها تتوقع إغلاق أول استدراج عقود لمشروع حفر آبار استكشافية بحرية نهاية الشهر الحالي. وأشارت نفط الكويت إلى أن تكلفة المشروع تقارب 300 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم إصدار توصية بالفائز بالمشروع نهاية أبريل المقبل. وكانت الكويت قد أعلنت مؤخرا عن استراتيجية للقطاع النفطي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار لتحقيق طاقة إنتاجية من النفط بشكل ثابت بنحو 4,750,000 برميل يوميا بحلول عام 2040، وذلك وفقا لما ذكرته مؤسسة البترول الكويتية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3,150 مليون برميل يوميا. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. شركة بوينغ تبرم صفقات بنحو مليار دولار في إطار جهودها لزيادة إيراداتها السنوية. عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماعا تشاوريا مع وزراء المالية والتجارة والاقتصاد والصناعة العرب ومن يمثلونهم، وذلك قبيل انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورتها العادية 101 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بند تتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية 29 المقررة في الرياض في مارس 2018. في مصر تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى نحو 17% في يناير بعد أن وصل إلى 21.9% في ديسمبر الماضي وفق ما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكان التضخم في مصر ارتفع بعدما تم تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.
قال رئيس اللجنة الإعلامية العليا لمؤتمر الكويت محمد أبو الحسن أن 2300 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر إعادة أعمار العراق، ويترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن المؤتمر سيتمخض عنه مشروعات عديدة سيتولاها القطاع الخاص ومشروعات عديدة ستتولاها الحكومة، وستسهم هذه المشروعات في إعادة بناء ما تم تدميره في العراق. وكان رئيس الوفد العراقي مهدي العلاق قال في مؤتمر صحفي بالكويت إن المبلغ الذي تحتاجه بلاده لإعادة الأعمار لا يقل عن 100 مليار دولار. وإلى أسواق المال العالمية، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية على تراجع بعد صعودها في بداية الجلسة بأكثر من 1% في ظل تباطؤ حدة تقلبات الأسهم ومع عودة المشترين إلى الأسواق لتصيد الفرص. وفي تغريدة له على موقعه في تويتر قال قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية مؤخرا، والذي جاء على الرغم من توصل مجلس الشيوخ الأمريكي لاتفاق مدته عامان لزيادة الإنفاق في الميزانية بحوالي 300 مليار دولار، بما يرفع سقف الدين إلى مارس من عام 2019. هذا وأغلقت الأسواق البريطانية مرتفعة، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 بنحو 2% بعد تراجعه لست جلسات على التوالي ومتعافيا من أدنى مستوى